أيمن فارس من محافظة اللاذقية حاول أنه يلتجي لمحافظة سويدا. نحن أول ما سمعنا الخبر وفات على أساس أنه دخيل على الجبل، ونحن اعتبرناها مثل على دور سلطان باشا الأطرش أنه كان قدم خنجر فات دخل على مضاف سلطان باشا الأطرش وقام الجبل من وراء وأسقط نسقط الاحتلال الفرنسي. واليوم نحن يا شباب وقفنا امبارح ونزلنا وصار في قطع للطرقان واعتقلنا اشخاص تابعين لانهم اليوم عم بتواصلوا من شانهم. نحن امبارح عم بتواصلوا من شانهم، ونحن قلنا لهم قبل ما يفك اخلاء سبيل الدخيل ايمن فارس ما راح نطالع اي شخص من عنا، ونحن مع التصعيد ولن طلعهم. هذا سلم كونه بس دخل، نحن ما بنعرف المرجعية القديمة له. هذا موضوع حب علينا يوصل للإعلام. موضوع الثاني، سويدا الله راد طلعت وقامت وقال صورتها، يعني نحن نقلنا صورة لكل الشارع السوري، وخطابنا كان جامع لكل إخوتنا السوريين على مساحة الجغرافيا السورية. نحن كلمتنا وحدة، انطلقنا لنسقط النظام المجرم، انطلقنا لنوصل معاناة أهلنا، انطلقنا لمنه نطرد الاحتلالات الموجودة اليوم اللي دخلها هذا النظام الأسدي. وإن الله راد نحن بنفس كل حر وبنفس كل واحد صاحب كرامة فيكم، إن الله راد مستمرين ليسقط هذا الطاغية. سويدا سويدا ما راح تنام صبح وظهر وبالليل ليسقط هذا النظام المجرم، ونحن بعدنا عم نقول سلمية. وإن الله راد طالما لحد هسه ما في أي شيء صاير على أهلنا بنظل نقول سلمية ليسقط هذا النظام المجرم، ونحن الله راد مستمرين. هسه نحن هون إن شرف نجي على دامة أهل الكرامة أهل الشرف، ونحن الله راد مستمرين بأي قرية بسويدا أو أي تجمع، نحن الله راد مستمرين وقدامكم وأمشوا يا ما عندكم. وكل واحد وكل حر وشريف وقف لكرامة الجبل نحن بتبعيته وخدام لإله. ومثل ما الانتفاضة الشعبية مش حكر لحدا، هذه لكل واحد حر وشريف وقف عند كرامة أهله. هذا اليوم نحن اللي بنكون بتبعيته، ونحن هسه الله راد مستمرين، ومن بكره بنقولكم شرفونا على سويدا وامشوا يا ما عندكم. اسقاط النظام.